السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة لاكوت على مستوى المحطة الجديدة نتاع المسافرين، وندير تقرير عن يعني السيرورة تاع الأشغال والمستوى التقدم تاع الأشغال تاع هذه المحطة، واللي نلاحظ أنه المحطة تبدو ضخمة. المحطة ضخمة كبيرة ما شاء الله، وكل الأشغال نتاع الهندسة المدنية انتهت، وفيه الداخل يعني فيه فضاء كبير داخل المحطة ما يبانش مليح من هذا، لكن المحطة في حد ذاتها كبيرة يعني وجميلة يعني من ناحية الشكل الهندسي بتاعها. وهنا عندنا الطريق الجديد الذي تم استحداثه حول المحطة. إذن هذه هي المحطة الجديدة المتعددة الأنماط في بير خادم، ونشوف أنه الفضاء هذا كبير كبير ما شاء الله. هنا عندنا فضاء كبير يقدر يستوعب كل الحافلات، يعني الحافلات وكل وسائل النقل. وهنا نشوف أنه حتى السقف تقريبا كل يعني لاستركتور تيبولار، هذه سيتين ستركتور تيبولار انتهت الأشغال بها. قاعدة التغطية، حملة التغطية بلي بانو. والمحطة ما شاء الله كبيرة ومازال يعني عريضة من جهة يعني من جهة من هيه. إذن حاجة شابة. وكان سؤال اللي قام مطروح هو يعني الفضاءات المهيئة لركن السيارات نتاع المستعملين، لي باركينج يعني نقصد لي باركينج، لأنه لازم يكون فيه دي باركينج. على كل حال ننتظر على نهاية الأشغال سوف نحكم الحكم، يعني باش نعرضوا فكرة يعني فكرة جيدة يعني فكرة حقيقية. إذن هذه هي، هنا نشوف الطواتير يعني السقف، الشكل تاع السقف، وكذلك طريقة التركيب تاع السقف هذا على المحطة. إذن نخليكم تابعوا فيديو، نزيد نروح من جهة من هيه الجهة المقابلة. يعني هو الحقيقة المحطة هذه الشكل تاعها هو يعني سيمتريك، يعني نفس الشكل من الجهة هذه والجهة من هيه، هو نفس الشكل لأنه يعني عندها جانب سيمتريك. إذن نفس الأخر، لكن احنا نزيد نحاول نشوف الجهة الأمامية يعني المدخل نتاع المحطة، ونلاحظ أنه فيه عمل كبير ندار، ما بقاش يعني نسبة الأشغال نتاع المحطة هذه الآن يعني تتعدى 80% 80-90%، بقات التغليفات نتاع المحطة هذه، بقات مسألة التغليفات. نخليكم تتابعون والسلام عليكم.
ديرها اوبليجي اوبليجي عليا. انا على بالي تعقب هكا مليحه المشيه. وش بيك؟ مليحه المشيه، مليحه المشيه. وانت تاني مليحه عليك، انت تاني مليحه عليك. اسمع نحيني نب. نحيني استشرات بتاعي كان باسكو هناك. شوف هنايا هذا كان بروجي هنايا. هنا كان بروجي تاني، كان فيديو هنا. شوف